بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. صدق الله العظيم. قال رسول المصطفى صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. صدقت يا سيدي يا رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، القرآن الكريم تلاوة قرآنية مباركة التي يتلوها علينا قارئ مريد مصر العربية والعالم الإسلامي أجمع، فضيلة القارئ الشيخ العزب سالم، القارئ باتحاد الإذاعة المصرية والتلفزيون العربي، والمقيم بمركز ومدينة دركة السبع محافظة المنوفية. نسأل الله عز وجل بالتجلي والتوفيق ولنا ولحضراتكم بحسن الاستماع، إنه ولي ذلك والقادر عليه، فليتفضل مشكورا. لا يمسهم السوء ولا
يحزنون الله خالق كل شيء Yeah.
السماوات مطويات والسماوات مطويات بيمينه
سبحانه وتعالي عما يشركون. Oh,
ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربك شهداء وقضي بينهم إلى الجنة
حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين لله رب العالمين
يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم.
الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. سمعتم أيها الإخوة المؤمنون إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها علينا قارئ جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي أجمع فضيلة القارئ الشيخ العزب سالم القارئ باتحاد الإذاعة المصرية والتلفزيون العربي والمقيم بمركز مدينة دركة السبع محافظة المنوفية. كان معكم بتوفيق من عند الله الإذاعات الصوتية والإنارة الكهربائية الكشفة الحديثة تتلقى توبة من مخازن الحاج فتح سويلة بشوشاي. يا سيد قبل الله عز وجل وشكر الله وسعيكم جميعا.